المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بها الأحد الرابع من الصوم وضعت لنا الكنيسة أحد القديس يوحنا السلمي كاتب سلم الفضائل، تذكرنا أنه نحن بعد الصليب العود المحيي عنا صعود إلى فوق، فنعرف نصعد إلى فوق بدنا نعرف نحن نكون فعلا عم نسلك طريق قداسي. هالدرجات 30 اللي وضعن هن دليل لكل مسيحي فيعرف ينمى نحو القداسي تماما، مثل الحبة اللي عم تنغرس بالأرض ونبتت. مرات كتير نحن بصغرنا مننزرع ببيت الرب، أهلنا بياخدونا، ومنوصل لمرحلة بعمر المراهقة يمكن منكون عم نفكر شو جابنا لهون، ليش انغرسنا، ليش بدنا نموت، ليش بدنا نكون عايشين بأمور غير اللي عم بيعشوها أصحابنا أو اللي منشوفها على الإنترنت. القديس عم بيدعينا أنه نطلع من كل الأمور الدنيوية ونضع قلوبنا فوق، هنيك في عنا حياة. مرات كتير بعمر صغير نحن بنفكر مثل الابن الشاطر أنه حياتنا برا، حياتنا بالعالم، حياتنا بغربة عن اللي احنا معودين عليه، لأنه دايماً العشب بالميل الثانية ببين أخضر أكتر، ولكن إحنا بس نقرب منشوف إنه في مرارة. ربنا كل ما نقرب عليه كل ما نكتشف حلاوته. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هيدا الشيء بشجعنا إنه كل مرة نتعرف أكتر على ربنا، نطلع لعنده درجة درجة، نتخلى عن كتير أمور. بدنا نبلش مسيرة مبلشينا من قبل، ولكن بداية يومية بنعمة الرب، مسيرة مستمرة نحو الرب حتى نلتقى بالقداسة بنعمته إلى الأبد. أمين. حبة الحنطة المثنى.